نعمل بيان بالكاري على القراءة اللي قلنا الشيف كريشنا الهند دجاج بالكاري على أصوله من الهند طلع شيف كريشنا أول حاجة ركب زيت أول حاجة ركب زيت الدور وزيت على الباب بالشكل ده ورق دورة وعيدان خشب في البصل وفلفل حار وبعد ما البصلة اتدبلت بالشكل ده هنحط شوف كده شكلها جينجر وتوم بالشكل ده ده دجاج بالكاري عن طريق الهندوس طبعا ده دجاج بالكاري حار بايظ عارفين الهند كل حاجة عندهم سبايس كل سبايس يعني بعد ما حطينا الزبيب والتوم وبعدين حطينا الكركم بعد ما حطينا الكركم تيجي ماشي انا الفراخ هنقطعها بعضنا طبعا نفس الفراخ والليمون والخل بعد كده هنحطها هنحط بصل بعد ربع ساعة ما شوحناها ربع ساعة كده مع بعضها بعد ما حطينا فوركم نحط صورة نركب بعدها الملح لوحده بعد كده ايه تستوي بسرعة معانا الملح ايه هيساعدها ان هي ايه تستوي معانا بسرعة احنا ما حطينا الملح طبعا الملح بيخليها تنزل كل العصارة اللي فيها وتستوي بقى باللي فيها بعد كده دول فرحة فرختين اتنين حبة دجاج دول فرختين متقطعين يعني دي كمية ايه فرختين متقطعين بعد كده حط التوابل ايه ده بقى؟ هذا في هذا جرام مصالح جرام مصالح ايه؟ هذا في هذا كمون 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 ابا كمون حب وحبهان حبهان بتقطع ايوه بس وقرنفل ايوه بعدين شطه وشطه بعدين كمون وكمون وكزبره وكزبره وكاري باودر وكاري باودر ماشي هذا في جريب سبال جاي هذا جريب دوت كمون نكسره وندقهم مع الحبهان مع القرنفل ندقهم بتيجي الريحه حلوه يا اسمنت الريحه بتبقى كويسه
الريحة طبعا طالعة من هنا، ريحة التوابل مع الكاري مع الكركم مع الجرام مصالة. بقى ايه مع التوابل شويه ايه تشرب التوابل تتبل كويس كده مع بعض، تتمسك كل ايه مع بعض بالشكل. احنا لما حطينا الملح طبعا الملح بيخليها تنزل كل العصاره اللي فيها وتستوي بقى باللي فيها. بعد كده دول فرخة فرختين اثنين حبة دجاج، دول فرختين متقطعين، يعني دي كمية ايه فرختين متقطعين. بعد كده حط التوابل. ايه ده بقى؟ هذا في هذا جرام مصالة. جرام مصالة ايه؟ هذا في هذا كمون. كمون كمون عبا كمون حب هذا وحبهان حبهان متقطع ايوه بس وقرنفل ايوه معلش فلفل شطة وشطة بعدين كمون وكمون كزبرة كزبرة كاري باودر وكاري باودر ماشي. هذا في يجي اسمه ده هذا جريبي كمون نكسره وندقه مع الحبهان مع القرنفل بتقوم بتيجي الريحه حلوه يا سيدي، الريحه بتبقى كويسه. الريحة طبعا طالعة من هنا، ريحة التوابل مع الكاري مع الكركم مع الجرام مصالة. هنسيبها بقى ايه مع التوابل شوية ايه تشرب التوابل وتتبل كويس كده مع بعض، تمسك كل ايه مع بعض بالشكل ده. بعدين هنركب ايه البصل والكرات مع بعض، بصل اخضر عروق البصل الاخضر مع الكرات بالشكل ده. اخر حاجه نحطها شويه هنحط شويه ميه سخنين بالشكل ده. وشويه كزبره نسيبها دقيقتين عشان ممكن هنسيبها دقيقتين لحد ما الميه تشرب شويه كده وتاخد من الصوص وتبقى خلاص معانا.
كده نكون خلصنا جهزت معانا بالشكل ده. هنجيبها بقى